عندما تدخل فهد الأحمد لإلغاء هدف فرنسا على الكويت. لحظة نزول الشيخ فهد الأحمد لإلغاء هدف فرنسا على الكويت في مونديال 1982، وهي أول شخصية تلغي هدفا في كأس العالم، سجلت الواقعة بأنها أول تدخل سياسي على أرض الملعب، فتحدث مع الحكم وتراجع الأخير عن قراره وألغى الهدف. فازت فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، تم تسجيل هدف الكويت من قبل اللاعب عبد الله البلوشي.